مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي هنتكلم فيه النهارده ليله مباراه الاهلي والداخليه. الاهلي ما شاء الله زي ما اتفقنا قطر، بسم الله ما شاء الله للمره المليون، ماشي ما يعرفش حد، كل اللي بيقابله بيدوسه. كابتن حسام البدري والفرقه بتاعته ما شاء الله عليهم حاجه تفرح، مفرحه كل الناس، مفرحه الجمهور واقنعتهم كمان. كل الاهلاويه قاعدين حاطين رجل على رجل، عارفين الاهلي ان شاء الله هيكسب في الدقيقه الاولى الثانيه العشره العشرين حتى الوقت بدل الضايع. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن حسام البدري والفريق، وان شاء الله داخلين على افريقيا وعايزين افريقيا، هي ده المطلب الوحيد بتاع جماهير الاهلي، عايزين افريقيا عشان يفرحوا، هي دي البطوله اللي بتودينا كاس العالم للانديه. ان شاء الله معانا بكره يا جماعه حاجه كبيره جدا، معانا بكره الساحر، النجم الكبير جدا اللي غير شكل التدريب في مصر، اللي اضاف واتضاف له، اضاف نادي الاهلي، واكيد طبعا استفاد نادي الاهلي الكوتش الكبير جدا مانويل جوزيه. استنونا بكره بعد مباراه الاهلي والداخليه، حوار اول مره تسمعوه، تسمعوا اخبار، تسمعوا اسرار، هتعرفوا كل حاجه مستر مانويل جوزيه كان مخبيها قبل كده. ان شاء الله يبقى حوار مميز جدا لجماهير النادي الاهلي تحديدا، ولكل الجماهير اللي بتحب مستر مانويل جوزيه. قبل ما ندخل ونستقبل ضيوفنا الكرام، عايز اقول لكم اخبار بسرعه جدا. طارق قنديل رئيس بعثه الاهلي في الجابون في ماتش العوده ان شاء الله، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اسند مهمه رئاسه بعثه فريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي في الجابون الى الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. اكيد الاستاذ طارق قنديل نسق مع كابتن سيد عبد الحفيظ او نسق مع كابتن سيد عبد الحفيظ علشان يشيلوا اي صعوبات، يشوفوا الفنادق، الاقامه، عارفين الكابتن سيد معوض كان راح، الكابتن سيد عبد الحفيظ اتصالات على طول، الدنيا شغاله عشان يوفروا او يوفروا الاجواء المناسبه لاقامه الفريق ان شاء الله. دايما البدايه بتبقى صعبه، ان شاء الله الاهلي يجتاز هذه المرحله. فريق موانانا الجابوني بالقاهره ان شاء الله، اول مونانا اول لقاء ان شاء الله، لقاء الذهاب يوم 6 مارس المقبل في استاد القاهره، 5000 متفرج هيهزوا استاد القاهره ان شاء الله، وكنا عايزين اكتر من كده، وكنا دايما بنقول يا جماعه الجمهور الجمهور، ان شاء الله الجمهور يرجع تدريجيا. كابتن حسام البدري اختار 19 لاعب لمباراه الغد. 19 لاعب هم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي العملاق، كل التوفيق ليه، كل التوفيق لاكرامي وعلي لطفي معاه، محمد الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع محمد نجيب وايمن اشرف واحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السوليه وجونيور اجاييه وكريم ندفد وهشام محمد واسلام محارب وبكماني ومحمد شريف ووليد سليمان، وفي الهجوم وليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن. في الغيابات غاب فنيا عن هذا اللقاء شريف اكرامي وسعد سمير. سعد اللي خلاص بدا يدخل في الفورمه، كان جاله شويه برد بعد الاصابه، احنا قلنا له قبل كده يذبح، ما اعرفش بقى هو بيذبح ولا مكنز الفلوس بتاعته مش عارف. وصابر الرحيل وحسام غالي واكرم توفيق واحمد ياسر ريان وميدو جابر ومحمود الجزار، دول لاسباب فنيه. للاصابه باسم علي، باسم برده بدا يدخل في الفورمه، برده اصابه وخد برد. الزار سعد سمير عداه وعبد الله السعيد اصابه ايضا، ورامي ربيعه واحمد حمودي. سعد سمير زي ما قلت لحضراتكم بيتمثل للشفاء، ان شاء الله يكون موجود في المباراه القادمه. ايوب ايضا كابتن احمد ايوب بيغيب عن لقاء عن مران الاهلي اليوم لاسباب عائليه، ان شاء الله كل التوفيق وما يكونش في حاجه وحشه يا كابتن ايوب. وباسم علي وصل التاهل، احنا قلنا طاقم تحكيم مالي لمباراه الاهلي ومنانا الجابوني، طاقم تحكيم مالي، يا رب ما نعانيش بقى من الاول، يعني يا رب يكون الاتحاد الافريقي يعني خلاص الكاس راحت بفعل فاعل زي ما بقوله دايما هقول، فيا رب يدونا ابسط حقوقنا، ابسط حقوقنا، التحكيم العادل، التحكيم العادل. اختار تراوري حكم ساحه ومريبا وكاموري نياري، دول حكام حكم الساحه والحكام المساعدين. الاتحاد العربي يطالب او يطلب مشاركه الاهلي والزمالك والاسماعيلي في دوري العرب. تلقى اتحاد كرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد العربي لكرة القدم يطلب فيه مشاركة الثلاثي الاهلي والزمالك والاسماعيلي في دوري ابطال العرب. الاهلي تحديدا يا جماعة لازم يكون مشارك في اي بطولة عشان تنجح، عشان تنجح، مع احترامي لكل الاندية، اكيد الاهلي والزمالك والاسماعيلي فرق كبيرة، لكن الاهلي ببطولاته وانجازاته وارقامه مع نادي الزمالك طبعا نادي الاسماعيلي اكيد بيضيفوا النجاح لاي بطولة. دي كانت اهم الاخبار